خسارة. جماهير نادي النصر عندها مشكلة كبيرة مع غويدو. متى راح تقيل غويدو؟ هذا السؤال اللي يرددونه جماهير نادي النصر، متى تقيل غويدو؟ قبل ما نناقش موضوع غويدو الرئيس التنفيذي، ما يعني خلينا ناخذ خطوة لورا ونسأل كيف صار، كيف يتم اختيار الرئيس التنفيذي للشركة بصورة عامة، بس خلينا نركز على 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 النصر بصورة خاصة. أول ما بدأنا المشوار هذا كان من الأهداف تطوير أداء الأندية، أن نجيب كوادر عالمية تجي تدير من الأندية. طب كيف سويناها؟ هل هن والله عارفين الأشخاص هذا؟ لا، أنا أقول إنه صديق رائد إسماعيل وأنت اللي جايب غويدو. لا أبدا، ما أول مرة قابله، ما وصل هنا للمقابلة الأولية، يعني كل الرؤساء المرشحين الرئيس التنفيذي جبناهم هنا، قابلناهم خارج المملكة وجبناهم داخل المملكة. وش الآلية؟ تتعامل مع شركة خارجية متخصصة في استقطاب الكوادر الرياضية، سواء رؤساء تنفيذيين ولا لعيبة ولا اللي يسمونه الهيد هانتينج. هيد هانتينج اي نعم، بس مختصة في مجال في مجال الرياضة، من أفضل الشركات العالمية اللي هي يمكن ما ودي أذكرها هنا، يعني ما ودي يكون إنه إعلان، يعني إعلان لها، بس إنها شركة عالمية. طيب، يعني ما ما ما, ما نتعامل من الأفضل شركة يعني في العالم، ما عندي أي شك في في في, في جودتها الكلام. في جودتها ما في أي شك في الكلام هذا. هذه النقطة بناء عليها نقول لهم والله الرئيس التنفيذي نحتاجه، واحد اثنين ثلاثة، نحتاج رئيس تنفيذي يقدر يعني اشتغل في شركات كبيرة، بس بنفس الوقت اشتغل في شركات صار فيها تحول مؤسساتي، شركة صغيرة نماها كبرها إلى آخره. هذا أساس. حطيتوا المواصفات؟ حطينا كل المواصفات اللي نحتاجها من بدون رئيسة. أسماء؟ بدون أسماء، لا، هي تبدأ بالمواصفات، بعدين هم يعطونا لست، يمكن كان اللي يسموها لونج لست، يمكن 15-20 واحد، بناء عليه يصير في فرز للأشخاص. وصفينا على 5-6، يعني الأرقام لا تحسبها عليه، هذه 80% اللي كنت تقول عليها كأرقام هذا بس كان في أكثر من 4 أشخاص اللي حضرني. هذه نقطة، فبناء عليه قلنا أوكي هذا ممتاز. وش اللي يصير؟ كان وقتها أعضاء اللجنة التنفيذية، وقتها ما كان في لجنة المكافآت والترشيحات، صرنا نسوي مقابلات معهم. مين يسوي مقابلات؟ اللجنة التنفيذية اللي هم كانوا مين؟ اللي كان وقت الوقت اللي كان أخوي سلطان الدغيثر الله يرحمه، الأخت مرام، أنا أخوي سلطان آل الشيخ، والأخ مسلي وقتها. فكلنا كنا نقابلهم، يا أن تصير أول شيء نقابل يعني كل واحد على حدة ونأخذ مرئيات الآخرين، بعد نقول والله هذا الأمثل من الأشخاص اللي ودنا نجيبهم للمملكة ونقابلهم. فاللي حضرني جبنا 3 أشخاص، بالتوازي نجيب شركة ثانية اللي هي تسوي باكراوند تشيك، اللي هي تشوف يعني تاريخه من ناحية قضايا، من ناحية تواصل اجتماعي، من ناحية أي شيء يعني قد يكون فيها مشاكل، وتسوي تقرير متكامل. فعندك هذه النقطتين. يعني أنتم الحين تعاملتم مع الشركة العالمية اللي تعمل الهيد هانتينج وتختاركم الكفاءات، أعطوكم قائمة أولية كبيرة، بعدين قلصت القائمة، أخذتوا أنتوا القائمة المقلصة هذه الصغيرة، عملتوا اجتماعات معهم، بعدين أعطيتوا الأسماء الصغيرة هذه لشركة ثانية أخرى شغلتها تبحث في خلفية المرشحين ماليا وإداريا وإعلاميا واجتماعيا إلى آخره كلها. طيب هذا. الشركة هذه وش قالت لكم؟ كل يعني يعني كلهم كان عندهم يعني ما كان في شيء عائق لهذا، وبالأخص غويدو كان أنظف سيرة فيها، وانا اقولها وانا صادق. بناء على الشركة، بناء على الشركة، مو بناء على رأيك. لا وين شرفني في الموضوع هذا، بناء على شركة سوتها مستقلة. والشركة دي محلية ولا دولية؟ لا دولية، لا ما ومعروفة انه هذا دورها وهذا أداها. يعني انت رجل لك علاقات بشركات كبيرة سواء محلية او دولية، هل هذه الشركة من الشركات المعتمدة اللي تعطي لك تقرير عن السيرة الذاتية لأي شخص؟ 100% بالمجال الباكراوند تشيكس، اي موثوقيتها عاليه. إيه ما في اي كلام فيها. طيب برجع اقول لك، احنا كصندوق ما نتعامل، في عندنا يعني اليه معينه كيف نتعامل مع شركات خارجيه، ما في اختيار
يعني في آلية للاختيار، في حنا نسوي عليهم باكراوند شيكس ونتأكد لين ما يكون عندنا شركة عدة في المجالات اللي احنا نشتغل طيب فيها. تم اختيار جويدو ولا لسه؟ جبنا ثلاث أربعة جو زارونا في الثلاث أربعة صار لسنة وقابلناهم، وجاء جويدو قابلنا وكلنا قلنا ان جويدو هو الأنسب. فهذه فأبرجع أقول لك كيف الآلية، فهذا كيف وصلنا الآن. طيب الآن اترك جويدو ولا الرئيس التنفيذي على جنب. طيب اوكي، ما تجيب انت الرئيس التنفيذي، تعطيه مهام، تعطيه خطه عمل، عندك استراتيجيه بناء عليها، من الاستراتيجيه هذه تعطيه للشركه، يكون هو الـ 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 الاهداف للسنه، اهداف الشركه واهداف الرئيس التنفيذي. فهذه الخطوه الثانيه اللي سويناها، اللي وافقنا عليها كمجلس اداره وكلجانها اللي هو مؤشرات الاداء للشركه، اللي مؤشرات الاداء للرئيس التنفيذي. فهذا اخترنا شخص اعطيناه مؤشرات اداء، والان احنا على نهايه السنه، نهايه الموسم وليست السنه اللي هي عدى عليها سنه، قاعدين نقيم. والان اداء الشركه بناء على المعطيات اللي احنا اعطيناها واللي اتفقنا عليها، شوفوا حققها وما حققها، يعني 80% يعني ونطالع بالنسبة لك أنت؟ لا بالنسبة للجان المعنية اللي قاعدين ينظرون. أنتوا بالنسبة لكم جودة جويدو لازم تكون 80% وفوق؟ لا، هو اللي وصلنا من الأهداف 80%. وصلتوا 80%؟ إيه، من الأهداف اللي احنا حطيناها، فمعناها هذا الأهداف.